كأن لم تغن بالأمس، كأن حياة لم تقم بها منذ آلاف السنين، وكأن بشرا لم تطأ أقدامها تلك الأماكن. قد يصعب تصديق أن تكون هذه حلب، ثانية حواضر الشام وحاضرة التراث الإنساني العابر للعصور، ولكنها هي أو قل ما تبقى منها. بعد سنوات من سحقها من قبل نظام الأسد، تبدو المفارقة صارخة بين جودة التصوير وبشاعة الصورة. إنها عدسات روسية فائقة الجودة، مثبتة على طائرة تصوير عصرية لتشهد وتشهد العالم على شكل الدمار عندما يكون بدعم روسي. لعله جانب من انفصام الحضارة الإنسانية المعاصرة، حين تقودها أمم تراعي شكليات المبادئ وتهدر حقائقها. فتحت الشرعية الدولية ومنذ أكثر من عام مضت الخطوات باردة حتى الجنود لإيقاف مذابح الأسد. ولمراعاة شرعيتهم تلك، ترك الإنسان والعمران نهب ثقافة إبادة تورثها حكام عن أسلافهم. ليس أشبه بصور خراب حلب إلا تلك الصور الشهيرة التي نقلت للعالم خراب برلين الذي شارك فيه الروس بالمناسبة. كان الأمر آنذاك مفهوم ربما، فقد كانت الحرب عالمية لم تكوي بنارها العاصمة الألمانية وحدها، على أن التشابه في خراب المدينتين يحمل عدة مفارقات. فها هي حضارة الإنسان تسمح مجددا بمآس كونية كهذه، لكن شتان بين حضارة ألمانية مدمرة تداعى الجميع لإعمارها وإعادة أهلها إليها أو من تبقى منهم، وبين حضارة سورية تداعى الجميع لمحوها عن الخارطة وترك أهلها نهب اللجوء وأمواج البحار. كانت تلك حربا عالمية، أما هذه فحرب برعاية عالمية.